الرشوة ما تقدر تمشي موضوع إلا تعصر. يقول لك عصر ليه؟ مشي أمورك أعمل كده ويعكسك يعكسوك. يقول لك يا شيخ إيه كما تفهم النعمة؟ أغرب مصطلح سمعته في الرشوة قال أرجع. قال الناس قلت أبي من طريق يقول لك أرجع. الرجعة هذا الرجعة شنو؟ الرجعة في المنطقة الصناعية يا أخي. يعني ناس المنطقة يشتغلوا شنو كان إن إحنا كان الناس كلهم بيرجعوا الموظفين يعني وإحناي ناس المنطقة يشتغلوا شنو؟ قال أرجع. ادعش دي رشوة حرام والله حرام ما يجوز. وهكذا تجد كثير من الممارسات التي تدل على أن الناس أعوذ بالله ما عادوا يبالون من أي أكلوا من حلال أو حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة في آخر الزمان لا يبالي الناس من حلال أو حرام أكلوا. من الأشياء الغريبة جدا حديث في صحيح الجامع الصغير الصحة والألباني قال عليه الصلاة والسلام من باع عقارا ثم وضعه في غيره لم يبارك له فيه. حديث عجيب، حديث رقم 6112 صححه الألباني. قال لك لو عندك واقع أو بيت بعت ودخلت بالسوق تعدم البيت والسوق ما بتنفع وبتمشي تاني بقروشة بتنتهي. أي زول يبيع عقار واقع ولا بيت عشان يعملها حاكمة ولا يخش بيها السوق ولا يقلب بيها بيعدمها بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى. وانت كمان صدق طبعا المؤمنين بصدق الرسول كان قال ليك ما بتتبارك ما بتتبارك. لكن لو بدك تتأكد شوف الناس اللي باعوا بيوتهم في النهاية لا بيت لا قروش صح ولا ما صح. والحديث عنده فقه مناسبة من باع عقارا ثم وضعه في غيره لم يبارك له فيه يقول حديث ليس التحريم جائز. يعني زود داري بيت يا أخي لكن في كل حديث دلالة على المحافظة على الأصول وهذا أهم شيء يثبت الاقتصاد العام بتاع البلد وخاصة البيت اللي أنت قاعد فيه. في زول عنده 3 بيوت عنده بيت وقطعتين ما في مشكلة. لكن في زول عنده بيت وبيت عياله يبيع البيت يقبض شنو؟ الملايين مئات الملايين يقبضها ويمشي يدفع 6 شهور مقدم إيجار ويخش السوق ويبيعوا لك ده بيع في السوق. وفي الغالب يكون زول أفندي موظف ما فاهم أي حاجة في السوق ودار يغني بسرعة يخش السوق 6 شهور بتكمل والقروش لحسوها. السوق ده فيه تماسيح كبار تقال شنو والله يبلعوك يبلعوا 10 زيك راك شنو والله في صجع أولاده في الإيجار ما نقوم من بيته مو في الإيجار صح. والقروش والله محل ما مشت ما يعرفه. ليه؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لم يبارك له. فبالتالي شوف أنا أحب السوق يكون تاجر نزيه يكون تاجر أمين يكون تاجر كده. شوف يعني يتعامل في أمر الأموال بقيم زي ما قلت لك. هختم لكم هذا الدرس بقصتين. القصة الأولى أوردها ابن أبي الدنيا في كتابه الورع قصة غريبة جدا. قال تاجر من تجار بغداد اشترى طعاما قمح اشترى قمح وأرسل غمانه عند أولاده شغالين معه. أزول يقول أي صاحب محل عنده شنو أولاده يقول شنو شغالين معه. أرسل غمانه ليبيع الطعام في الكوفة وأوصاه الوصية. أزول عنده دين قال اليوم الذي تدخلون فيه الكوفة بيع الطعام بالثمن الموجود بس تخش تبيع العيش ما تأخذ
فلما دخلوا وجدوا انهم يخسرون مبعثهم يخسر ناس عندهم ترحيل وعندهم وعندهم فاخروا ذلك واتقوا حتى غلى ثمن الطعام الذبح ماله اترفع السعر فباعوه ثم ارسلوا الى صاحب التاجر وقالوا له فعلنا كذا وكذا وكذا قال خالفتم وصيتي وخنتم امري انا ما قلت لكم كذا تصدقوا بثمن الطعام كله برأس ماله ونحيه على فقراء الكوفة ولعلي أنجو بعد ذلك عند الله بعد أن يخبرني حيث صدق عنده دين ولا معنى عنده دين ولا معنى قال لي أليس ربنا بعد في ناس يتعرف مسلمين ذلك فضائيات دعك الرزقون يعرفوا البنات ويكسبوا أموال مسلمين الفضائيات روتانا والزفت والكفر ده كله حق مسلمين تجار مسلمين عند اهل الربح على احساد وشهوات وانحراف المجتمعات ومن خلالها ياكلون ويبرحون ناس تلقاهم يعملوا في الموبايل النغمات ويعملوا الاغاني ونزل لي الفنانه المعينه ونزل لي الصور ويدي قروش وياكل صغاره تتخاف من الزور تدخل في بطنك كلام زي ده احرص على ان لا يدخل بطنك الا طيب فان اول ما ينتن من ابن ادم بطنه البطن كما تسمع اول حاجه بتعفن في زول البطن ما تستعجل وهكذا قس على ذلك في الان الناس بتعرف في اي حاجه شوف عليك الله التاجر ده